السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نبي نبدأ بالدرس رقم 16. اليوم نبي نتكلم عن شيء اللي هو الكلوث والملابس. طبعا ذي راح تفيدك مستقبلا إن شاء الله إذا بغيت زين ستاير أو أي شيء يشابه الملابس. طبعا طريقته سهلة إن شاء الله، لكن فيها بعض الأشياء اللي لازم تعرفها. طيب أول ما نبدأ شو نسوي؟ نبي نطلع بلين، نكبرها شوي وبنرفع فوق. الآن البلين هذا شكله. الكلوث لازم يكون الشكل مخطط، بمعنى لو رحنا من هنا من الإيديت مود وسوينا اخترنا خيار هذا، نبنزيد هنا المربعات. ليش؟ علشان إذا نزل الكلوث على الأوبجكت يصير له انحناء، فكل ما زدت كل ما صار الانحناء أقوى. لكن ما ينصح أنك تزيد العدد بزيادة، يعني حط شيء منطقي. يعني احنا الآن حطينا 10، ممتاز. نرجع الأوبجكت مود، ايش نجي نسوي؟ نضغط على الشيء اللي احنا بنحوله ونختار من الفيزيكس كلوث. الآن إذا اخترنا كلوث فعلنا الخيار هذا وشغلنا التايم لاين، تلاحظ انه ينزل، معناته انك انت الآن نجحت بالخطوة الأولى. طيب وشلون يتعرف على الأوبجكت؟ هو ما هو بشايف الأوبجكت الآن، ما هو بقدر يشوفه. أي أوبجكت تبيه يتفاعل مع الكلوث اختاره واختر الكوليجن. الآن المفترض انه تعرف عليه، يدري انه في شيء تحت ويبي يطيح عليه. لو جربنا الآن تلاحظ انه طلع تمام. طيب الآن المربعات مثل ما شفتوا وش سوت؟ نبي نزيده الآن ونبي نشوف شلون بيتغير شكله. نختار هذا، نرجع للإيديت مود، نبي نزيد العدد، بعدين الآن نبي نجرب. تلاحظ انه الآن تغير، صار أنعم ونزل على الأوبجكت كامل. فمهم الموضوع هذا انك تزيده او تنقصه، مهم انك تعرف وش يزين بالاخير. طيب وش الخطوة الثانية؟ الان ضبطنا الخطوتين الاولى، نضغط على البلين نفسه اللي عليها تأثير الكلوث وننزل خصائص الكلوث نفسه. تجي لما الكاش هنا يقولك من 1 إلى 250، اللي هي هذه من 1 إلى 250. احنا نبي نشوف الكلوث الى وين يوقف. الآن وقف التأثير هنا، نبي نحط خلينا نقول 160. ليش؟ أنا أقولك ليش. لأنه أنت الآن تشتغل بدون ما تسوي بيك، بدون ما تسوي الطبخة كاملة. فإذا سويت بيك وأنت هنا حاط من 100 إلى 250، فهو يبي يطبخ التايم لاين كامل، فهذا شيء بيبطئ الجهاز. فحنا ما نحتاج، خلاص يكفيني التأثير اللي 160، ممتاز. فقبل لا تضغط بيك نبي نتأكد حنا من الإعدادات، لأنه بعد البيك ما تقدر تغير شيء. أبعطيك مثال الآن، بس خلينا الآن نضبط خصائص القماش. الآن هو ممتاز كذا، لكن فيه مربعات كثير ولا هو طالع واقعي. طب وش نسوي؟ نحاول ننعمه، نضغط زر يمين بعدين تضغط سموث. الآن سوينا خطوة رقم 1، حنا بنشوف شكله ممتاز، طلع سموث. الآن نبي نزيد الواقعية شوي، تروح لم الموديفاير وتضيف اللي هو سب ديفيجن، ممتاز. خلنا بنزيد 1 هنا ونبي نجرب، تلاحظ انه صار اجمل، صار انعم واجمل واكثر واقعية. حلو، الآن
نبي نرجع للخيار هذا. ونبي نكرر الأوبجكت نفسه. طبعا إذا كررت نفس الأوبجكت فهو بياخذ نفس الخصائص. لو ضغطنا Ctrl D وحطينه هنا تبي تلاحظ أنه بيتفاعل مع اثنين. طيب أضيف أرضية بلين كبرة. الآن لو ضغطت ما راح يتفاعل مع البلين. وش السبب؟ لأنه هو ما يدري عن البلين، ما يدري أنه موجودة أصلا. هذه يوم كررناها هي أخذت خصائص الأوبجكت الأول اللي هو أصلا عليه الكوليجن. فنجي الآن للبلين ونعطي كوليجن ونجرب مرة ثانية. تلاحظ أنه تفاعل معه، عرف أنه في أرضية وتفاعل معه. طيب الآن إيش بنسوي؟ نبي خلنا نسوي ريندر ونشوف شكله. نبي نبعد الكاميرا شوي. ممتاز، الآن النتيجة أنا أعتبرها ممتازة جدا. طيب الآن بنضيف هنا ماتيريال، خلنا نعطيه لون أحمر. نشوف هنا الريندر، نضغط خلنا بنشوف شكله. جدا ممتاز. طبعا الحدود هذه المفروض الناعمة، حنا نعم حدود الـ نفس الأوبجكت، بس مهي مشكلة، هذه جدا سهلة فلا تشيل همه. طيب الآن بعد ما ضبط الوضع معك وشفت انه ممتاز، تجي هنا تضغط بيك. الآن بعد ما نضغط بيك شوف الآن قاعد يعالج. إذا سويت بيك وش تستفيد؟ خلاص الآن يصير أسرع عندك عملية التحرك، ما يقعد يعالج كل مرة، خلاص هو عالجه مرة واحدة، هو كأنه صنع لك فيديو. لكن وش عيب الحركة هذه؟ لو جيت الآن أضفت، خلينا نقول كررت الأوبجكت هذا اللي عليه كوليجن حطيناه هنا، ما راح يتعرف عليه. لو تبي تلاحظ ما تعرف عليه. ليش؟ لأن سوينا له بيك، طبخناه حنا. طيب وش الحل؟ الحل ترجع مرة ثانية هنا وتقول ديليت بيك وتسوي بيك مرة ثانية عشان يتعرف على الأشياء الجديدة اللي انضافت. الآن لو ضغطنا بتلاحظ أنه تعرف عليه. ممتاز. طبعا مستقبلا انت اذا وصلت لمرحلة هذه انت انجزت 90% من الشغل. طب شلون اضيف خامة عليه؟ هذه ان شاء الله نبي نتطرق لها بالمستقبل، اللي هي ماتيريال. لكن انا عندي ماتيريال جاهزة الان اضيفها وبريكم شلون بيطلع شكله. الان نبي نضغط. نبي نسوي ريندر. طلع الآن واقعي ممتاز جدا. طيب الآن نبي نحذف الآن الأشياء هذه. نبي نضيف سفير. مثل ما قلنا لو ضغطت على سفير الآن ما راح تعرف عليه. ليش الآن طلع المربعات هذه وهي مهيب موجودة؟ لأنها مطبوخة. فمثل ما قلت لكم كأنه سوى هو فيديو وخزنه لك علشان ما يصير بطيء كل مرة يعالج. فالآن شو تسوي عشان تحل المشكلة هذه؟ تسوي ديليت للبيك نفسه. لو سوينا ديليت الآن خلاص راح بيختفي كل شيء. دقيقة ما سوينا بيك، الآن بنسوي بيك. ممتاز. الآن بنشغل، تلاحظ أنه خلاص رجع كأنه ما صار شيء. طيب هذه نبي نعطيه كوليجن
عشان يتعرف عليها. ممتاز. الآن نبي نحذف البيك الأساسي ونبي نطبخ مرة ثانية. طبعا المفترض أن الزر هذا ما تضغطه إلا في بعد ما تتأكد إن شغلك كله انتهى، تطبخ الشغل كامل. أنا لو تلاحظ تعرف عليه. خلنا بنسوي ريندر. نبي نبعد الكاميرا شوي. ممتاز. فالنتيجة الآن بالنسبة لنا تعتبر ممتازة جدا، طبعا مع الإضاءة المناسبة مع الأرضية المناسبة تزيد الواقعية. لكن هذا باختصار وشلون تستخدم الكلوث وشلون تشتغل عليها وتخليه يتفاعل مع الأوبجكت. طبعا الأفضل قبل لا تسوي بيك تخزن الشغل، لأنه بعض المرات بعض الأجهزة ما تتحمل عملية المعالجة، ممكن يهنك جهازك ويقفل شغلك كامل. فانتبه أول ما تنجز العمل كامل قبل لا تضغط بيك سو حفظ للعمل، لأن ممكن جهازك ما يتحمل عملية البروسيس فيقفل لك المشروع ويضيع عليك كل تعبك. وهذا باختصار درس اليوم. إن شاء الله بدروس الجاية نبي نتكلم عن الماتيريال والتكتشر ونبي ندخل بالتفاصيل إن شاء الله. والله يعطيكم العافية.